كم خصصت حكومة إقليم كردستان من أموال لإعادة إعمار هذه القلعة وفق مواصفات تتلائم مع قيمتها التاريخية. في نيسان عام 2007 شكلت حكومة إقليم كردستان لجنة للبدء بإعادة إعمار قلعة أربيل تمهيداً لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي، وأطلقت عليها الهيئة العليا لإحياء قلعة أربيل. هذه الهيئة كانت تضم ممثلين من الإدارة المحلية لمحافظة أربيل وهيئة الآثار ووزارة الثقافة وممثل عن البعثة الدولية لمنظمة اليونسكو. عندما كان ذلك المؤتمر الأول للآثار وأخرجت ببعض المخرجات أنه لابد أنه يقوم بصيانة قلعة أربيل كمعلم أثري ومعلم سياحي في البلد، ومن ثم في 2006 كان هنالك الناس الساكنين في البيوت تقع عليهم، فقررت الحكومة أنه تعوض هذه العوائل وتعطيهم قطعة قاع في قلعة جديدة هي مدينة أو محلة جديدة في أربيل. وفي سنة 2007 كان هنالك اللجنة العليا لصيانة قلعة أربيل. بداية إعمار بدينا 2007، وفي هذا الوقت كنت أنا عضو في بورد قلعة أربيل باعتباري قائم مقام مركز أربيل، و يعني موازيا إلى عملنا لإعمار بداية إعمار قلعة أربيل بدينا باتصال بالمنظمات الأجنبية لإدخال قلعة أربيل إلى لائحة التراث العالمي. مجلس وزراء إقليم كردستان خصص ما يقارب 13 مليون دولار لإعادة إعمار القلعة وتعويض سكانها بعد قرار إخلائها، وباشرت الهيئة بأعمال الترميم والصيانة على المباني الرئيسية وأجرت بعض التغييرات على بنيتها التحتية. في بداية الأمر 1,475,000 دولار، في المرحلة الثانية 12,900,000 دولار صرفتها حكومة الأقليم من ميزانية المحافظات على القلعة. طبعا هذه أخذت مراحل، مرحلة الأولى مثلا عملية التوثيق، عملية الدراسة، عملية اللجان، عملية يعني كلها كانت ضمن خطط اليونسكو، ومن ثم القيام بأعمال. عندما أخرج الناس من القلعة كان هنالك الآلاف من الأطنان يعني الأنقاذ، يعني حوالي 900 يعني فوق 900 طن من الأنقاذ رفعت من داخل قلعة أربيل. تم إنشاء البنية التحتية كاملة، الماء وكهرباء والمجاري وإنترنت، وتم تجديد الحاويات، حاويات الماء، لأن هذه الحاويات تسقي السوق أربيل. في يونيو حزيران عام 2014 اجتمعت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة المعروفة باليونسكو في دولة قطر، وقررت بإجماع الحاضرين في ندوة موسعة بالعاصمة الدوحة إدراج قلعة أربيل ضمن لائحة التراث الثقافي المادي العالمي، وفرضت إنشاء منطقة عزل وتحويل محيطها إلى فضاء مفتوح، فضلاً عن شروط ومواصفات خاصة للبناء داخل القلعة أو أطرافها حفاظاً على قيمتها ومعالمها الأثرية. وهو حدث مهم في الحقيقة، لأنه يدخل تحت رعاية اليونسكو، تحت رعاية الأمم المتحدة، فلا يجوز ولا يمكن بعد إذن إجراء تغييرات عليها أو تغييرات جذرية أو إزالتها أو تشويهها وما إلى ذلك، بل تدخل ضمن قائمة الآثار التي تجري عليها الصيانة الدورية والتفتيش والتحري الدائمين.